بعث الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بضحايا الحريق المؤسف الذي اندلع يوم الأحد في كنيسة أبو سفيان بمحافظة الجيزة وخلف عشرات الوفيات والإصابات. وأعرب فخامة الرئيس باسمه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني عن خالص تعازيه للرئيس السيسي وأسر الضحايا والشعب المصري العزيز، سائلا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.